بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس ابتدائي، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ النهارده يا اولاد هنكمل مع بعض الوحدة الثامنة، المفهوم الثاني، جمع الأعداد الكسرية غير مبتحلة المقام وطرحها. الدرس السابع، رسائل كلامية بها أعداد كسرية، صفحة 52 من كتاب المدرسة. السؤال اللي معانا: استكشف، استخدم الأعداد الكسرية مع الوقت، حول الأعداد الكسرية إلى وحدات قياس مطلوبة. طبعا هنا بيفكرني يا اولاد إن الساعة 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. يعني بقول 7 دقيقة وعشر دقيقة، دي معناها 7 دقائق، نكتب هنا 7، وقول 60 على العشرة فيها 6، يعني 7 و10 دقيقة دول عبارة عن 7 دقائق. وعندي أقسم الـ60 عشان أحولها بقى ثانية، أقول 60 على 10 فيها إيه؟ فيها 6. هوضحها لكم هنا يا ولاد أهو على الشمال، يبقى 7 و10 دقيقة 7 دقائق، وقول 60 على 10 فيها 6، يبقى 6 ثواني. طيب 4 و3/4 ساعة، 4 ساعات و3/4، يبقى أقول 4 ساعات و45 دقيقة، لأن 3/4 الساعة بيكون 45 دقيقة. طيب 80 دقيقة بيعملوا ساعة يا ولاد وتلت، يعني الساعة فيها 60 دقيقة وبقى معايا 20 دقيقة، 27. باجي أحلها أقول 80 على 60 عشان أحاول من الدقيقة للساعة أقسم على 60، وبعدين أبسطها بقى لأبسط صورة، بشيل صفر مع الصفر وأقسم بص ومقام على الاتنين. 8 على 2 فيها الـ4، و6 على 2 فيها الـ3، فيطلع 4 على 3 اللي هي 1 وتلت. يبقى الـ80 دقيقة دول ساعة وتلت ساعة، لو انت حافظها خلاص، لو انت مش عارفها بقى بتعملها تبسيط زي ما انا عملتها دلوقتي يا ولاد. تمام؟ طيب يبقى انت عندك هنا الـ80 دقيقة ساعة وتلت. طيب السؤال اللي بعده رقم 4، بيقول الساعتين وثلث ساعة كام دقيقة؟ طبعا احنا عارفين ان الساعتين 120 دقيقة، لان الساعة 60 وساعتين كمان يبقوا 120 دقيقة، وثلث الساعة تقول 60 على 6 فيها 10، يبقى هتعمل ايه؟ هتقول 120 زائد 60 على 6 اللي هي 10، يبقى 120 زائد 10 هيعطيني 130 دقيقة، يبقى ساعتين وثلث الساعة 130 دقيقة. السؤال رقم 5، 6 سنوات ونص. 6 سنة ونص، احنا عارفين ان السنة فيها 12 شهر، يبقى تكتب ست هنا سنوات وكم كم شهر؟ 6 شهور، شهور لان السنة 12 شهر نصها 6 شهور. فهمنا كده؟ طيب السؤال اللي بعده يا اولاد تعلم، في مسألة كلامية: رحلة عبر نهر النيل، حل المسألة مع مجموعتك. هناك سفينة تسافر في نهر النيل وتستغرق 6 ساعات وثلث ساعة، 6 وثلث ساعة الوصول إلى وجهتها، وعند عودتها يساعد التيار على دفع السفينة، لذلك تستغرق 30 دقيقة. يعني وهي راجعة الهواء بيريح بي يعني بيسهل لها الإيه السرعة في الإيه في الوصول للمكان اللي كانت منه. يعني وهي رايحة بتاخد 6 ساعات وثلث، وهي جاية بتستغرق 30 دقيقة أقل في الرحلة. ما الزمن الذي تستغرقه رحلة الذهاب والعودة للسفينة في نهر النيل؟ يجب أن تكون إجابتك في صورة عدد كسري وبالساعات وبالدقائق. بص يا حبيبي، السفينة وهي رايحة بتاخد 6 ساعات وسدس، لكن وهي جاية تقول 6 ساعات وسدس ناقص 30 دقيقة. ناقص 30 دقيقة اللي هي إيه؟ نص ساعة. عايزين نجيب الرحلة بقى كلها على بعض، يبقى رحلة الذهاب كانت 6 ساعات وسدس ساعة، اللي هي 6 ساعات و10 دقائق، وهي رايحة بتستغرق 6 ساعات و10 دقائق. طب في رحلة العودة بتستغرق ايه؟ 6 ساعات و10 دقائق ناقص كام؟ الـ30 دقيقة. يعني وهي جاية الرياح هتسرعها، يبقى هتديها سرعة. 45 دقيقة. برافو عليك شاطر. يبقى احنا هنطرح 6 ساعات و10 دقائق، هنشيل منهم نص ساعة، هيعطيني كام؟ 5 ساعات وايه تاني؟ و40 دقيقة. واربعين دقيقة. تعالوا نحسبها كده مع بعض، 5 ساعات و40 دقيقة. فهمت كده ازاي؟ ولا اقولها يا ولاد؟ اقولها تاني اشرحها؟ طيب اشرحها مع بعض كده، ازاي طرحنا ال30 من هنا. طبعا احنا ممكن نعمل ايه؟ نشيل 10 دقائق دول نحذفهم، هيتبقى كام؟ 20 دقيقة، لان ال30 دقيقة دولت 10 دقائق و20 دقيقة. يبقى هنحسب ال10 دقائق ده هم، وبعدين نحذف ال20 دقيقة من الـ6 ساعات. لما نحذف 20 دقيقة من الـ6 ساعات يبقى 5 ساعات و40 دقيقة. فهمتوا؟ طيب عايزين نحولها في صورة اعداد كسرية، يبقى الـ11 وهي 50 على 60، ده الزمن الكلي، يا معنى بقى الساعات هو رايح هو جاي. هو رايح كان 6 ساعات، ركز معايا كده، اقول تاني: هو رايح استغرق 6 ساعات و10 دقائق، والعودة 5 ساعات و40 دقيقة. يبقى لما اجمع 6 زائد 5 هيديك 11. طب 10 دقائق و40 دقيقة دول 50 دقيقة من 60 دقيقة، عشان تحولها لإيه؟ صورة كسرية، لأن أنت عايز تحولها لإيه؟ لساعات. يبقى أنت عندك 50 دقيقة دول عشان تحولهم لساعات، تعملها نسبة، يعني تقسم 50 على 60، لأن الساعة 60 دقيقة. فهمت ازاي تكتب
من صورة ساعات ودقائق إلى صورة عدد كسري وجنبها كلمة ساعة فقط، هتقوم كاتب الستة زائد الخمسة دول تجمعهم يبقى 11، ستة وخمسة 11 بره، وتجمع 10 زائد 4 تبقى 40 زائد 50 دقيقة، ال 50 دقيقة دول اللي هو 50 من 60، 50 على 60 الساعة، 50 على 60 الساعة، يبقى الناتج كله 11 و50 على 60، ال 50 على 60 تتبسط نقسم نص مقام على 10 فتبقى 5 على 6، يبقى هو استغرق الزمن الكلي 11 ساعة وخمسة أسداس الساعة، 11 وخمسة أسداس الساعة، ده الزمن الكلي للرحلة، أو ممكن أقول له 11 ساعة و50 دقيقة، ممكن أكتبها كده أو أكتبها بالطريقة اللي فوق، هو طالبها منك في الصور إيه؟ عدد كسري وبالساعات والدقائق، لازم تحولها لصورة عدد كسري وبعدين تحولها لساعات ودقائق. مفهوم الكلام؟ تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها، زراعة النباتات الشوكية، حل المسألة مع مجموعتك. تزرع حبيبة ثلاث نباتات شوكية استغرق الأمر منها 5 ساعات. تقول تاني أعيد المسألة. تزرع حبيبة ثلاث نباتات شوكية استغرق الأمر منها 5 أسداس دقيقة لزراعة النبات الأول، واستغرق النبات الثاني وقتا أطول في الزراعة من النبات الأول بمقدار 1 على 12 دقيقة، بينما استغرق النبات الثالث وقتا أقصر في الزراعة من النبات الثاني بمقدار 1 على 10 دقيقة. ما المدة التي استغرقها زراعة النبات الثالث؟ حبايبي احنا نفهم مسألة كده، هما 3 نباتات، الأولاني بيحتاج 5 أسداس ساعة والتاني بيحتاج زيادة عليه ب1 على 12، يبقى هزود عليه 1 على 12 وبعدين أنقص منه 1 على 10، يبقى أنا كده جبت مين؟ ها الوقت اللي بيستغرقه زراعة النبات الثالث، لأن النبات الثالث بيقل عن النبات التاني بمقدار 1 على 12، يبقى أنت لازم تجيب إيه الوقت اللي بيستهلكه زراعة النبات التاني، تقوم قايل 5 على 6 زائد 1 على 12 وبعدين تطرح منه كام؟ 1 على 10. فهمتوا؟ بس كده دي فكرة الحل. بعد كده بقى أنت هتوحد مقاماتك عادي خالص، المضاعف المشترك الأصغر للثلاث مقامات اللي هما الستة والاتناشر والعشرة، تفكر بقى مين هو المضاعف المشترك الأصغر للمقامات؟ ال 12 تنفع تقسم على 6 بس ما ينفعش تقسم على 10، يبقى احنا هنزود كمان 12 5 مرات تبقى 60، يبقى ال 60 هي المضاعف المشترك الأصغر للمقامات. ال 60 تنفع تقسم على 12 وعلى 10 وعلى 6. هخلي كل كسر مقامه 6، 60 ماشي؟ ال 60 تنفع تقسم على كله، يبقى 60 على ال 6 فيها 10، 10 في 5 ب 50، ممكن اتبين هنا 50 فوق. ماشي؟ يبقى ال 6 بقى ال 60 ضربنا في ايه؟ في 10، 5 في 10 ب 50، نكتب هنا 50 يا ولاد في البسط، وهنا ال 12 بقى ال 60 ضربت في 5، هضرب البسط في 5، 1 في 5 ب 5، ال 10 بقى ال 60 ضربت في 6، 1 في 6 ب 6، بعد كده بجمع 50 زائد 5 ب 55، 55 اطرح منها ال 6 هيعطيني 49 على ايه؟ على 60، 9 على 49 على 60 دقيقة، يبقى ده الزمن اللي بيستغرقه زراعة النبات الثالث، 49 على 60 ايه؟ دقيقة. مفهوم كده يا ولاد؟ اللي هو عبارة عن طبعا 49 ثانية، لأن عشان تحول من الدقيقة للثانية بتضرب في 60، يبقى 49 على 60 دقيقة ده عبارة عن 49 ثانية، يبقى إجابتك 49 ثانية. السؤال اللي بعده، هل لديك عصير كاف؟ حل مسألة مع مجموعتك. تصنع عبير مزيجا من عصير الفواكه في حفلة وقد مزجت 35 لتر من عصير الفواكه مركز مع ماء أكثر من عصير الفواكه بمقدار 1.5 لتر، تحتاج عبير إلى 12 لتر من المزيج كي يكفي في الحفلة، هل صنعت عصيرا كافيا؟ نعم أو لا ولماذا؟ اشرح السبب. خد بالك العصير المركز ده بيحتاج مية. طب احنا هنعمل ايه؟ الواحد وربع، 1.5 لتر دول هنقول عبارة عن 1 زائد ربع زائد ربع، يبقى 5 لتر و3/4 لتر يا ولاد، 5 و3/4 لتر دول من العصير المركز هنزود عليهم ربع لتر مية، يبقى احنا كوننا 6 لتر، وكمان ال 5 و3/4 لتر هنكتب كمان 5 و3/4 لتر نزود عليهم ربع، هيعمل لك 6 لتر، يبقى انت معاك 6 و6 كده 12، ويبقى معاك لتر يبقى معاك 13 لتر، يبقى معاك كام؟ 13 لتر، فاهم كده؟ انت بتجمعهم مع بعض، يبقى انت هتكون كام؟ 13 لتر، يبقى اللي الكميه اللي معاها 13 لتر اكبر بكثير من الكميه المطلوبه، يبقى ما تيجي تخلط ال 5 و3/4 لتر من الفواكه عصير مركز مع 1.5 لتر ميه هيكون لك 13 لتر، فهمتوا الطريقه؟ يبقى احنا قلنا ان 1.5 عبارة عن 1.25 زائد ربع، يبقى الخمسة وتلات ارباع هنضيف عليها ربع يديك 6، والخمسة وتلات ارباع كمان نضيف عليهم ربع يديك 6، يبقى الربع ضاف عن 5 و3/4 اداك 6، والربع ضاف عن 5 و3/4 اداك 6، وكان معاك لتر باقي اهو، يبقى كام؟ 6 زائد 6 ب 12، وواحد كام؟ 13. فهمتوا كده يا اولاد؟
ها يبقى هي احتاجت ميه كتير، لتر ونص عشان تخلط وتكون عصير كبير، يبقى كان معاها 5 3/4 لتر من عصير المركز. يبقى النص لتر دول لما يتضاف على 5 3/4 هيديك كام؟ هيعمل لك 12 لتر، وكمان معانا 1 لتر معاهم هيتخلط هيبقى كام؟ كده 13 لتر. فهمتوا؟ فهمتوا التمرين؟ اشرحها لكم تاني يا اولاد. اقولها تاني اهو، 1.5 ميه ده عباره عن 1.25 زائد ربع، وهنا 5 3/4 هنحط عليها ربع يبقى 6، وكمان ربع يبقى كام؟ هنجمعهم مع بعض بقى كلهم يا اولاد، الستة زائد الستة زائد الواحد هيعطيني 13 لتر. فهمتوا المسألة؟ تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها. يبقى الخليط اللي عندها 13 لتر أكتر بمقدار لتر زيادة يعني يا أولاد، لأن هي كانت محتاجة 12 لتر فقط من المزيج. يقول لك إيه؟ تحتاج عبير إلى 12 لتر من المزيج كي يكفي في الحفلة. هي معاها بقى 13 لتر، يبقى معاها بزيادة، يبقى صنعت عصيرا كافيا. نعم لا نعم، صنعت بزيادة، بزيادة 1 لتر. فكر، اكتب مسألة كلامية بها أعداد كسرية، وفكر في كل عدد صحيح وكل مقام في التعبير العدد الآتي. بيقول لي 3 وتمن زائد 2 وتلت. عايزين نجمع العددين، نعمل مسألة كلامية لهم يا ولاد. نقول مثلا اصطاد مجدي سمكة طولها 3 وتمن متر. دي كتير جدا، لا ما ينفعش متر، ها يبقى 3 وتمن سنتيمتر مثلا. واصطاد لا، صديقه 3 وتمن متر. 3 وتمن، سمكة كبيرة. طيب ما فيش مشكلة، 3 وتمن متر، وهنا سمكة طولها 2.3 متر. تمام، شاطر يا حبيبي. بعد كده بقى اوجد مجموع طولي السمكتين، يبقى انا هجمع الطول الاول زي الطول التاني. يلا اجمع كده يا حبيبي، يلا وحد مقاماتك. كل يا اولاد يحل معانا بقى، يعني زميلكم مجدي بيحلها اهوت، وانتوا تحلها ايه زيه بالظبط. هو وحد المقامات 24 لغمة، اوقف الفيديو وكمل معانا ماشي. يبقى المضاعف المشترك الاصغر ليهم اللي هو 24، برافو عليك. وبعد كده التمانية بقت 24 ضرب في 3، الواحد في 3 ب 3، على 3 و3 على 24 زائد 2 و8 على 24 بقت 5 و11 على 24 متر. برافو عليك يا ابني، شاطر. كله يا ولاد يحلها بايديه، واكتب اي قصه من دماغك انت، اي قصه انت حاببها اكتبها على المساله. تعالوا نشوف بقى المسائل الكلاميه برضو، نكمل بقيه المسائل يا ولاد من كتاب المدرسه الصفحه اللي بعدها. هنا بيقول لي المساله يا ولاد، في مساله ايه رقم واحد لسه ما شرحناهاش. رقم واحد هنا بيقول لي 15 على 15 ناقص 11 على 15، هنطرح البسط يا ولاد. 15 ناقص 11 هيديك 4، والمقام 15 زي ما هي بأول مسألة، هتطلع بكام يا ولاد؟ 4 على 15. دي صفحة 54 يا ولاد، الدرس الثامن، مسائل كلامية أخرى بها أعداد كسرية ماشي. ده كتاب المدرسة يا ولاد صفحة 54. يبقى المسألة الأولانية اللي احنا حليناها 15 على 15 ناقص 11 على 15، دي مسألة مباشرة، هيطلع الناتج 4 على 15. المسألة التانية بقى هنا بيقول لي 1 ناقص 5 أسداس. الواحد ده يا ولاد على الصحيح هحوله لصورة كسر، يبقى الواحد ده عبارة عن كام؟ 6 على 6. يبقى أنت هتحوله حسب المقام اللي عندك. المقام اللي عندك كان إيه؟ كان 6، يبقى الواحد ده هتخليه 6 على 6، يبقى 6 على 6 ناقص 5 على 6 اللي هي 1 على 6. المسألة اللي بعدها رقم 3، 24 على 12 ناقص 1 و7 على 12. هنا ال 24 على 12 دي فيها الاتنين، يعني أقول له 2 ناقص 1 و7 على 12. 2 ناقص 1 و7 على 12، الاتنين دي يا ولاد هخليها 1 صحيح و12 على 12 عشان أعرف أطرح أحول العدد كسري. يبقى خليتها 1، طرحت منها 1، والواحد ده خليته حسب المقام اللي هنا 12 على 12، قلت 1 ناقص 1 بـ0 و12 ناقص 5 بـ7، يبقى 12 ناقص 7 بـ5 يطلع ناتج 5 على 12. المسألة اللي بعدها رقم 4، 7 على 7 ناقص 7 على 10. خد بالك هنا نوحد مقاماتنا تبقى 70، وأعمل مقص 7 في 10 بـ7 و7 في 7 بـ49. بعمل طرفين في وسطين يا ولاد، 7 في 10 بـ70 و7 في 10 بـ70 هنا، و7 في 7 بـ49. 70 ناقص 49 هتعطيني كام؟ 21 على 70. تنفع تبسطها، تقسم بسط المقام على 7، 21 على 7 فيها 3، و70 على 7 فيها 10، يطلع 3 على 10. فهمتوا؟ طيب تعالوا نشوف مسألة، مسألة عن حلوى البسبوسة. صنعت علا 4 ثواني بسبوسة بنفس المقاس في حفلة، وبما أنها تعلم أن بعض الضيوف يحبون البسبوسة أكتر من غيرها، فقامت بإيه يا أولاد؟ فقد قطعت كل صنيط بسبوسة بطريقة مختلفة. وعندما انتهت الحفلة لاحظت أن هناك بسبوسة متبقية في كل صينية، يعني كل صينية فيها قطع بسبوسة متبقية. كان متبقي 4 على 15 من الصينية الأولى،
وكان متبقي 1/6 من الصينية الأخرى، وكانت الصينية الثالثة يتبقى منها 5/12، وآخر صينية 3/10. هما 3 صواني يا ولاد، افهم الطريقة. بص كده يا حبيبي، علا بتسأل بقى عن إجمالي كمية البسبوسة التي تم تناولها في الحفلة. هو الصينية الأولانية كان اتبقى منها كام؟ 4/15. 4/15 هما كلوا قد إيه؟ 11 11 من 15 اللي هو الباقي. طيب اتبقى في الصينية اللي بعدها سدس، يبقى 5. يبقى أكلوا 5 من 6. برافو عليك. طيب وكانت الصينية الثالثة بها 5 قطع متبقين من 12 قطعة. 5 من 12 اه يبقى يبقى اتبقى ها 7 على ايه؟ على 7 من 12. 12 فهمتوا؟ طب لما تاكل الصينية الأخيرة يتبقى 3 من 10، يبقى كانوا أكلوا كام واحدة من العشرة؟ ها 7. 7/10. فهمتوا؟ طب احنا عايزين نعرف إجمالي كمية البسبوسة التي تم تناولها في الحفلة. هنعمل ايه؟ هنقوم جامع الكميات اللي هم كلوها في الصينية الأولى والصينية الثالثة والصينية الرابعة، الأول والثاني والثالث والرابع، كل واحدة من ده الصينية الأولى، ودي الصينية الثالثة، الثانية ودي الثالثة وده الرابعة. لاحظ أكتر صينية اتاكل فيها مين؟ اللي هي الصينية الثانية، دي أكتر صينية اتاكل منها. اتاكل منها 5 قطع من ال6 قطع، فيها قطعة واحدة من الست. طيب إحنا عايزين نعرف بقى الإجمالي قد إيه؟ هنعمل إيه عشان نجيب الإجمالي؟ هنقوم جامعينهم كلهم مع بعض، بس لما نيجي نجمعهم مع بعض لازم نوحد المقامات. اللي هو الستين، الستين مضاعف مشترك أصغر، فقول له الـ15 دي عشان تبقى 60 هتتضرب في 4، يبقى 4 في 11 بـ44، والستة دي عشان تبقى 60 تتضرب في 10، يبقى 5 في 10 بـ50، والـ12 بقى 60 اتضربت في 5، 5 في 7 بـ35، والستين الـ10 بقى 60 ضرب في 6، يبقى 6 في 7 بـ42. بعد كده بنكتب 60 في المقام زي ما هي، ونجمع البسط كله مع بعض، 2 و5 7، 7 و4 11، 1 واطلع بالواحد على 4 تبقى 5، 5 و3 8، 8 و5 13، و4 كام؟ 17. يبقى الناتج 171 على 60. هنقوم محولينها لعدد كسري. ال 171 على 60، خد بالك ال 60 في 2 ب 120 هي قريبه ل 171. 171 ناقص، بص يا حبيبي كويس كده، ركز معايا، ركز معايا يا اولاد. هنقسم يعني 171 دي على 60، هقول لي فيها 2 وتبقى كام؟ وتبقى 51. ليه؟ لان 2 في 60 120، وقام قال 171 ناقص 120 بقى 51. فهمتوا؟ يبقى الاجمالي اللي هم كانوا كله 2 51 على 60. فهمتوا؟ الاجمالي كله 2 51 على 60 يا اولاد، فهمتوا؟ دي الكميه اللي كلوها كلها. طيب ما مقدار البسبوسه التي تم تناولها في الحفله؟ اول سؤال، يبقى هنكتب ايه؟ 2 51 على 60، دي اجابه السؤال الاول. طب اي صينيه من الصواني كان بها اقل بسبوسه متبقيه؟ الصينيه ايه؟ الثانية. الثانيه. كيف عرفت ذلك؟ لان 5/6 اقل، يعني الخمسه قريبه من مين؟ من السته، او الخمسه اكبر بكثير من نصف المقام. فهمت؟ طيب علا تريد وضع البسبوسه المتبقيه في صينيه واحده، هل تتناسب الكميه المتبقيه؟ نعم او لا. الكميه الباقيه يا اولاد اللي هي كانت باقيه في الاطباق ينفع تحطهم في صينيه واحده؟ هم خد بالكم هم استهلكوا صينيتين 51 على 60. طبعا ما ينفعش، لان الباقي اكثر بكثير، اكبر من الصينيه. عايز تتاكد هتقوم ايه؟ جامع بقى البواقي كلهم مع بعض. تعالى البواقي، هم كانوا 4 صواني وهم اكلوا 2 و51 على 60 من 4 صواني، يبقى نجيب الباقي نطرح. لما اجي اطرح يا اولاد 4 ناقص 2 51 على 60، بخلي الاربعه دي تبقى 3، والواحد اخليه 60 على 60، واطرح منه 2 51 على 60، فاقول له 3 ناقص 2 بـ1، وهنا 60 ناقص 51 ب9، يبقى يعني 1 و9 على 60. ممكن نبسطها، نقسم البسط والمقام على ايه؟ على 3، او تسيبها زي ما كده، تقول هنا الكمية المتبقية لا تكفي صينية واحدة. طيب السؤال اللي بعده، اقرأ المسألة الكلامية التالية وحل الخطوات حل كل تلميذ، واشرح ما إذا كانت كل استراتيجية تم تطبيقها بشكل صحيح أم لا. في يوم الاثنين انقضت عفاف 5 ساعات و3 الساعة 5 ساعات و3 في إجراء أبحاث عن نبات ورق البردي للعرض التقديمي الذي تجهزه، وفي اليوم التالي قضت عدد ساعات أقل لإكمال العرض التقديمي بمقدار 11/12 ساعة في كلا اليومين. كم ساعة قضتها عفاف لإكمال العرض التقديمي الخاص بها؟ طبعا في كذا طالب حل، حوالي 4 طلاب، ناجي وفي طلبة تانيين في الصفحة اللي بعدها يا ولاد. ورضوى. تمام، تعال نشوف الأول ناجي حلها إزاي، أو إحنا نحلها، هنطرحهم مع بعض ونشوف حل ناجي صح ولا غلط. هنا لما نيجي نحلها يا ولاد 5 و3 ناقص 11/12، خد بالك ناجي لما جه يطرح هو عمل ايه؟ وحد المقامات، ولكن لما جه يطرح 8 ناقص 11 قام كاتب 3. ينفع؟ لا. من خواص الطرح يا ولاد ليست عملية إبدالية،
يعني حلي ناجي غلط. الجمع يعني نبدل عادي. تمام، لكن في الطرح ما ينفعش. يبقى ناجي هنا حلها غلط، جه وحد مقامات صح، لكن هو بيجي يطرح طرحها غلط. تعال نحلها صح. يبقى هنا 5 وتلتين ناقص 11 على 12، هنضرب البسط مقام في 4 تبقى 8 على 12، وهنا ناقص 11 على 12. لما يجي نطرح لازم نستلف واحد من 5 تبقى 4، والواحد ده يتضاف على 8 على 12، يعني تبقى 12 على 12 زائد 8 على 12 اللي هي 20 على 12 ناقص 11 على 12، يكون الناتج هنا 4 صحيح و9 على 12. نسيب 4 زي ما هي ونقول 9 على 12 تتبسط تبقى 3 على 4، يبقى الناتج النهائي 4 و3 ارباع. ده يبقى حل ناجي خطأ، لأن عندما قام بطرح العددين 8 ناقص 11 قام بعملية الإبدال، وهذه عملية خاطئة، عملية الطرح ليست عملية إبدالية. تعال نشوف رضوى حلتها ازاي. رضوى طلعت الناتج النهائي كام؟ 57 على ال 12. تعال نشوف رضوى عملت ايه كده. رفعت الكسر 3 في 5 ب 15 و 2 17، وهنا ال 3 بقت 12 ضربت في 4، ال 4 في 17 ب 68، طلع الناتج 57 على 12. 57 على 12 ممكن ان انت تبسطها، طبعا ده الحل صح. تعالوا كده نشوف رضوى حلها صح ولا غلط يا اولاد. نراجع خطواتها تاني كده، راجع خطوات الحل. طلع كام هنا لما جت وحلت المقامات؟ يعني بقت ضربت العددين في بس 4 وهنا 4، فيبقى حلها صح زي ما احنا قلنا يا ولاد. 57 على 12 ده حل رضوى، يبقى اجابه رضوى صحيحه. تعال نشوف حل اللي بعده مين. شهاب. شهاب يا ولاد هنا عمل ايه؟ وحد المقامات 12 و2 في 4 ب 8، 8 11 ب 19، 19 على 12 حله صحيح، ولكن هو محتاج ان هو ايه يبسطها. مستر، هو احنا بنجمع ولا بنطرح؟ ده هو جمع، المفروض بنطرح. لا، يبقى شهاب حلها غلط. يبقى فكرة الحل هنا المفروض كان يعمل ايه شهاب؟ يطرح. يطرح. طب تعال نشوف حل تهاني. تهاني عملت طريقة تانية يا اولاد، ان هي حولت الخمس ساعات وتلتين ساعة الى كام؟ 5 ساعات و40 دقيقة، شايفينها؟ و11 على 12 الساعة اللي هي 55 على 60 أو 55 دقيقة. وبعد كده طرحت الخمس ساعات وأربعين دقيقة، شالت منهم 55 دقيقة، يعني اتبقى عندك هنا إيه؟ 4 ساعات و45 دقيقة، يعني الإجمالي كله 9 ساعات و85 دقيقة. تعال نشوف كده الحل صح ولا غلط. بتاع وجدي لسه، وجدي لسه واحد كمان. وجدي. طب التاني تهاني عملتها صح ولا لأ؟ أيوة عملناها، عملناها صح. تمام، يبقى 9 ساعات وإيه وخمس. بس استنى، هي جمعت في الآخر ما طرحتش، ولا عملت إيه هنا؟ طريقة الحل هي مظبوطة يا ولاد، هي كاتباها فوق شايفينها 4 ساعات و45 دقيقة. يبقى طريقة الحل صح بتاعتها إن هي حولت لساعات ودقائق، وبعدين طرحتهم من بعض 4 ساعات و45 دقيقة. امال ايه اللي تحت ده؟ 5 و4 9. طبعا ده حل تاني غلط، لكن الحل الصح بتاعها اللي هو فوق، فاهم؟ يعني هي عملت حلين، حل الطرح وحل الجمع، فحل الجمع غلط، المفروض حل الطرح اللي هو صح. طب الحل اللي بعده نشوف الصفحة اللي بعدها، لسه في وجدي. حل وجدي يا ولاد طلع معاك 4 و9 على 12 اللي هي 3 ارباع صح، يبقى حل وجدي مظبوط، لان الناتج النهائي ممكن هو يتبسط لو الحل قلنا صح، لكن حل الجمع غلط. يبقى احنا يا ولاد رجعنا حل تهاني مظبوط. تعالوا نكمل مع بعض حل وجدي. حل وجدي اجابته صحيحة، استخدام وجدي الاعداد الكسرية بشكل صحيح لحل المسألة. كده نكون خلصنا يا ولاد الوحدة التامنة. اتمنى تكونوا فهمتوا يا ولاد، وربنا يوفقكم ان شاء بس اسأل الله. فكر. في سؤال تاني؟ فكر. كتابة معادلات تتطابق مع الإجابة. اكتب معادلة باستخدام ثلاثة أعداد على الأقل، ويكون حلها 2 و1 على 20، واستخدم عملية الجمع والطرح في معادلتك، ويجب أن يكون هناك عدد كسري 1 على الأقل. يعني اعمل مسألة يعني يكون الناتج بتاعها 2 و1 على 20، ويكون فيها جمع وطرح. هنختار مثلا يا ولاد أي عددين كسريين نكتبهم مع بعض، زي مثلا قول 53 زائد 2 و9 على 10، هجمعهم مع بعض، واللي يطلع أنقص منه 2 و1 على 20، يبقى أنا كده إيه حملت المسألة مظبوطة عشان أوصل للحل يعني. فهمتوا؟ يبقى انت هتكتب عددين تجمعهم في الهامش وتنقص منهم 2 على 1 على 20، واللي يطلع تكتبه فوق هنا جنب العددين دول، تكتب ناقص العدد اللي انت طلعته. تعالى كده نجمعهم في الهامش، نوحد المقامات تبقى 10، 2 في 5 ب 10 و2 في 2 ب 4. هنا ال 10 اللي عندي زي ما هي يا اولاد، 9 زائد 4 13، 13 على 10، 13 اكبر من 10،
13 فيها 10 واحدة ويبقى 3، 1 يضاف على 5 يبقى 6، ويبقى 3 على 10 يبقى 1، ضاف على 5 يبقى 6، ولا يبقى 6 و3 على ايه؟ على 10. تعالى بقى نعرف العدد ايه اللي هنطرحه، فنقوم منقصين منها 2 و1 على 20، يبقى 6 و3 على 10 اللي هو مجموع العددين اللي انا جبتهم، اقوم منقص منهم 2 و1 على 20. لما اجي اطرح لازم اوحد مقاماتي، اخلي المضاعف المشترك الاصغر للمقامات 20، يبقى ال 10 ضربت في 2 تبقى 20، و2 في 3 ب 6، وهنا 2 و1 على 20. هنطرح العددين من بعض، يبقى 6 ناقص 2 ب 4، و6 ناقص 1 ب 5، 5 على 20 اللي هي 1 على ال 4، يعني الناتج هيكون 4 وربع. يبقى دي المسألة انت هتكتبها، 53 زائد 2 و9 على 10 ناقص 4 وربع عشان يديك الناتج 2 و1 على 20. فهمت المسألة؟ يبقى انت تختار اي كسرين تحبهم، اي طريقة، اي كسرين بس يكون مجموعهم اكبر من 2 و1 على 20، واللي يطلع تقوم طارح منهم الاثنين على ايه؟ 2 و1 على 20. فاللي يطلع لك بقى في الفرق ده اللي هو 4 وربع تقوم كاتبه فوق هنا، يعني بحيث يكون مجموعهم ناقص 4 وربع هيديك كام؟ 2 و1 على ال 20. فهمت يا حبيبي المساله؟ يبقى هو قال لك استخدم عاده الجمع والطرح في معادلتك، ويجب ان يكون هناك عدد كسري واحد على الاقل، لازم يكون عدد كسري، ما تجيبش اعداد صحيحه. فهمتوا؟ لازم يكون على الاقل عدد ايه؟ كسري. كده خلاص؟ طيب كده خلصنا الوحده الثامنه يا اولاد في كذا فيديو، حوالي 5 فيديوهات. اتمنى تمام، وفي فيديوهين قبل كده كمان، يبقى كده 5. هحاول بقى اذاكرهم كلهم وربنا يوفقكم. ان شاء الله المره الجايه هناخد المحور الثالث في الوحده التاسعه، نتكلم عن قصور القياديه والقصور العشريه وعلاقات التناسب. ربنا يوفقكم يا اولاد، والسلام عليكم ورحمه الله.